أسبوع مصيري هو للأسواق، صحيح. كمية الـ كمية الـ الاجتماعات للبنوك المركزية وبرضه نتائج الشركات وطبعا المعلومات اللي حتطلع لنا البيانات. لكن فيما يتعلق بالفيد زي ما أنت تفضلت، إحنا برأينا خلال الاجتماع اللي حيصير الأسبوع هذا أو حيصير هو فعليا اليوم، ما حيكون في التزام أو ما حيتعهد إنهم يرفعوا الفائدة، لكن بنفس الوقت حيفتح الباب انه يجهز الاسواق انه فعليا اسعار الفوائد راح تنخفض، وبالتالي راح يعطي الفرصه للمستثمرين او للاسواق الماليه تستشعر ما هي الخطوه القادمه. وبراينا الاهم هو فعليا الجاكسون هول ميتينج او السمبوزيون، الايفنت اللي راح يصير بجاكسون هول بنهايه تقريبا شهر 8، هو هناك حيتم الاعلان بشكل صريح واوضح بهذا الموضوع خاصه خفض الفوائد. فجوابا على سؤالك، هو حيكون بالنص، مش حيكون 100% حيحكي للسوق او للماركت انه احنا راح نخفض وهينا متعهدين او ملتزمين انه نخفض، وبنفس الوقت برضه ما حيحكي لهم انه احنا 100% راح نخفض، والاهم من هذا حيكون بشهر 8. انت لاحظت هون او اشرت لموضوع مهم، انه فعليا السوق هو متوقع اوريدي، متوقع شهر 9، صحيح. متوقع برضه متوقعها يعني صارت موجوده بالماركت، وشهر حتى 12، حتى من هون نهايه السنه متوقع اكثر من 50 نقطه كات، يعني متوقعين هم فعليا اكثر من 2 كاتس، والسنه القادمه برضه في توقعات من 3 لـ 4. فحاليا هي اسعار السندات هي عم تعكس هذا هو الوضع الحالي، اللي هو في تخفيضات متوقعه من هون لنهايه السنه، اقلها انخفاض مرتين، وللسنه القادمه من 3 لـ 4 مرات. طيب، في ضوء هذه التوقعات لنسب الفائدة الأمريكية، نحن كنا قد شهدنا نشاطا قويا على إصدارات أدوات الدخل الثابت في المنطقة على الصعيد السياسي وأيضا السيادي وأيضا على الصعيد الشركات. هل تعتقد بأنه سيكون الآن صيف هادئ وانتظار لأول خفض في سبتمبر لتنتعش بعده الإصدارات من جديد في المنطقة؟ كيف ممكن برأيك أن تقوم المنطقة يعني إدارة إصداراتها في ضوء هذه التوقعات التي ذكرتها للفيدرالي؟ تمام، زي ما تفضلت ناصر، إصدارات كميات أو إصدارات تاريخية عم نشوفها تقريبا لغاية اللحظة هاي، 75 مليار تم إصداره بمنطقة الخليج، بزيادة تقريبا 38% عن السنة الماضية. الإصدارات هاي تنوعت، أو أغلبيتها هي فعليا تقريبا 77% من الحكومة أو الشركات شبه حكومية، والطرف الثاني أغلبه بنوك كان هو فعليا ما يتعلق في الشركات. اللي هو في حاليا وتيرة الإصدارات عم بتخف بالمنطقة، برأينا مش لسبب هي البنك المركزي أو أسعار الفوائد، هو لسبب الصيف، لأنه الصيف عندنا بالعادة هو موسم العطلات، مش حسب المنطقة، بالعالم كله. فإحنا حتى شايفينها بالسكندري ماركت الأكتيفيتيز ضعيفة نوعا ما وخفيفة، السيولة مش موجودة بكثرة زي الفترة الماضية. إذا بتحاول تروح تشتري سندات عم تتغلب فيهم نوعا ما، لأنه فعليا زي ما خبرتك هي فترة الصيف الأغلب مجاز فيها خاصة منطقة الخليج هاي. واحد، اثنين، ما بنتخيل فعليا احنا انه قرار البنك المركزي يأثر على قرارات الشركات او الحكومات اللي بدها تصدر سندات او صكوك خلال الفترة القادمة، نظرا لانه زي ما خبرتك فعليا العوائد هي عم تعكس توقعات السوق انه في خفض، فهذا اوريدي هو مسعر باسعار العوائد اللي احنا بنشوفها للسندات بشكل عام، سواء سندات خزينة الحكومة امريكا او حتى السندات بشكل عام على الكوربريتس او السوفرنز الموجودين بمنطقه الخليج او حتى بالعالم بشكل عام. فاجمالا ما بنتخيل انه تخف وتيره حترجع براينا ببدايه شهر 9 على يخلص شهر 7 او بالجزء الاخير من شهر 8، خلينا نحكي بنتخيل هناك ترجع الناس ترجع من العطله تاعيتها فعليا. ما بنتخيل قرار البنك المركزي الامريكي يكون مؤثر او عامل محفز فعليا لهذول الشركات انهم ياجلوا اصداراتهم او لا، نظرا لأن السندات عاكسة هذا الإشي already.